متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر في هذا المساء مع انطلاقتي وتحدياتي هجني أصحاب السمو والشيوخ الحاضرة على أرضية هذا الميدان. في هذه اللحظات تعلن انطلاقتي سادس أشواطنا بمجموع الأشواط. نتمنى التوفيق لكل الأسماء ولكل الشعارات القادمة في هذه اللحظات، لحظات ما بعد اندفاع الكل بحثا عن ناموس هذا الشوط. تقدم مع المراكز الأولى، تقدم مع المركز الأول وتابع الصدارة. أتابع الصدارة، أتابع المقدمة، مقدمة الأسماء شاهين على المركز الأول لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على المركز الأول. شعار انذار غانم بن سعيد بن سالم في المتابعة، يتابع في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني القادم شاهين في ثاني المراكز من هجن العاصفة القادم بمتابعة غياث الهلالي. المركز الثالث، ناخذ المركز الثالث ونتابع حملول قادما من مؤسسة هجن الرياسة، يتقدم مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. والمركز الرابع، المركز الرابع شاهين لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم غانم بن سعيد بن سالم في المتابعة. المركز الخامس شاهين قادما من مؤسسة هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز السادس، وصلنا إلى المركز السادس وتقدم حملول من هجن الرياسة بمتابعة علي بن يميل الوهيبي. والمركز السابع، نتابع المركز السابع. المركز السابع يتقدم أدهم لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن أحمد بن عبد الملك من يتابع في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة، ندانا الأول، إذاعتنا الأولى لهذه الأسماء المتقدمة والحاضرة في هذه اللحظات مع انطلاقتي وتحدياتي شوطنا السادس بمجموع أشواطنا في هذا المساء مع انطلاقتي هذه المؤسسات العملاقة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول. حتشاف لي شاهين، الله يا شاهين، بدأ يغادر من ارتفاع هذا الستار، بدأ يغادر الجميع. يتقدم على المركز الأول، يتقدم على الصدارة، يبغي خبر ثاني لهذا الشعار، يبغي طمن جماهير هذا الشعار، حضور حتى في هذا الموسم وبدايته قوية. دائما مع انطلاقتي هذه الأسماء، شاهين على المركز الأول، شاهين على الصدارة، بدأ يقترب، بدأ يقترب ويغادر منتصف الستة كيلومترات. شاهين اسمه شيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم غانم بن سعيد بن سالم في المتابعة، يتابع أحد الفرسان، يتابع في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني القادم شاهين من هجن العاصفة قادم متقدما بمتابعة غياث الهلالي. والمركز الثالث هملول، هملول القادم من هجن رياسة قادم من الشعار هجن رياسة، شعار غالي على قلوب الجميع بمتابعة الظافر من لقب بالظافر علي بن يميل الوهيبي. والمركز الرابع يتقدم شاهين لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بمتابعة غانم بن سعيد بن سالم. المركز الخامس، وصلنا إلى المركز الخامس،
الشمس وتقدم شاهين من هجن العاصفة قادم بمتابعة غياث الهلالي والمركز السادس هملول قادما هملول من مؤسسة هجن الرياسة بمتابعة علي بن يميل إلهي بي وأدهم أدهم 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 قادم في هذه اللحظات لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مختار بن أحمد بن عبد الملك من يتابع في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة. غادر شاهين 2 كيلومتر بحفظ من الله ورعايته. غادر على المركز الأول. ما أخذ له كادر بروحه. ما أخذ له جمهور بروحه. ها هو شاهين على المركز الأول وعلى الصدارة في المنعطف الأخير واتجاهنا إلى ناموس هذا الشوط إلى النقطة الثانية لهذا الشعار السماوي على المركز الأول شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم غانم بن سعيد بن سالم من يتابع في عملية التضمير والتدريب يتابع في عملية المسايرة. الله نتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات. من القادم شاهين القادم من هجن العاصفة من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي وهملول من هجن الرياسة قادم بمتابعة الظافر علي بن ميل الوهيبي وشاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بمتابعة غانم بن سعيد بن سالم. هكذا هي النتيجة ولكن يا اخواني شاهين بدأ يغادر في الكيلو الأخير على المركز الأول وعلى الصدارة بعد المسافة ما بين وما بين بقية المراكز. انفرد كلي من بداية انطلاقته انفرد بالصدارة طار وحلق في الصدارة محلقا في سماء هذا الميدان متجها إلى ند الشبه متجها إلى ناموس هذا الشوط إلى النقطة الثانية. ها هو شاهين على المركز الأول. ها هو شاهين على الصدارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم غانم بن سعيد بن سالم من يتابع عدل الفرسان من يتابع في عملية التضمير والتدريب دفع ذاتي وأداء تلقائي والجماهير تبريله ومحبين هذا الشعار يتابعونه عبر شاشات دبي ريسنج الحاضرة على أرضية هذا الميدان ناقلة هذه الأحداث. النقطة الثانية الخبر الثاني يأتي في هذه اللحظات. النقطة الثانية لهذا الشعار تسجل في هذه اللحظات في قدوم هذا العملاق من تسيد في مسار 6 كيلومترات خطف هذا الشوط خطف بكل رياحية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا والناموس لغانم بن سعيد بن سالم. لك الشكر يا ابو سعيد. المركز الثاني شاهين وصل من هجن العاصفة. المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة. المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الخامس هملول من هجن الرياسة. هكذا هي النتيجة. هكذا هي الانطلاقات. هكذا هي التحديات. هكذا هو حضور شاهين. توقيته الزمني 9:14.3 من الثانية هو توقيت شاهين. تهانينا وناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راهد المكتوم. تهانينا وناموس لغانم بن سعيد بن سالم. المركز الثاني شوف التوقيت فارق التوقيت ما شاء الله 9:24 من الثانية وصل شاهين من هجن العاصفة. شكرا غياث الهلالي. المركز الثالث 9 دقائق على المركز الثالث 25 بالوفاء والتمام شاهين من هجن العاصفة. تهانينا والناموس كذلك لغياث الهلالي. تهانينا والناموس للجميع.